السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا موقع بتديله برومت او تديله صورة يبدأ يعمل لك الفيديو بمؤثرات كاميرا ومؤثرات جميلة جدا. طيب خلينا نكتب له مثلا وصف الفيديو، تمام، وتبدأ بقى تدخل هنا تقول له سيتنج وتشوف الاعدادات، يعني عايز تخلي الاسبكت ريشيو قد ايه اللي هو الطول والعرض، فتقدر ان انت تغير فيها زي ما انت عايز. يعني مثلا ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايزها مثلا ال 16 16 الاثنين زي بعض. طيب عايزه كام ثانيه؟ هو بيعمله 4 ثواني، ممكن تخليه 6. الموشن هيبقى فيه قد ايه وهكذا، تمام. لو انت عايز يبقى فيه لوب اول ما يخلص يكمل. وهنا تقدر تتحكم بقى ان انت عندك صوره تخليه ترفع الصوره ويبدا ان هو يشتغل عليها، يعني تدي له صوره وهو يبدا يدير الصوره ويعمل لها حركه. في كاميرا موشن، لو انت عايز تعمل حركة للكاميرا زوم مثلا او تعمل بول بان وهكذا، تقدر تتحكم في الحركة بتاعت الكاميرا. احنا عاملينها هنا عاملها هو اوتو، لكن تقدر ان انت تجبره على حركة معينة. المؤثرات بتاعت الاف اكس تقدر ان انت تختار حاجة معينة. اعتقد النجمة دي هتكون بفلوس، فخلينا نختار مثلا حاجة زي كده، وتقدر تتحكم في سرعتها وتقدر تتحكم في القوة بتاعتها. هو هيبدأ بقى يعمل صورة وبعد كده يبدأ يعمل حركة فيديو للصورة ديت. طيب انا كتبت له ايه؟ انا قلت يعني افتكر حاجة مش شفتهاش كده خالص، قلت له اعمل لي 2 توأم، بس واحد فيهم انسان وواحد فيهم روبوت وهو بيمشوا مع بعض. فعمل لي اللقطة ديت، تمام، عمله شكل حلو. انا قلت ممكن يتلخبط بينهم او يعمل حاجة مش مظبوطة، لكن حتى قبل ما الرندر يخلص هو فهم الفكرة بتاعتي انا عايز ايه، فهو عملها لي بالشكل دوت. ممكن انت تشوفها، ممكن تعملها داونلود، ممكن تعملها شير، تمام. انت ممكن بقى ايه تقول له اعمل واحدة تانية لو انت حسيت ان الجودة بتاعتها محتاجة تحسين شوية، او اعملها بريزولوشن عالي. ممكن تقول له داونلود، تمام. ممكن تقول له ميك برايفت او تخليها مفتوحة للناس كلها زي ما انت عايز. هنا عمل لي زي ماتش كورة، تمام، في مصر بين الأهرامات، تمام. المفروض ان ده روبوت اهوت، بس مخلي الكورة أكبر من روبوت. وده سباق أرانب لسه بتعمل له ريندر، تمام. ودي بقى لسه دي المفروض ديتكتيف كونان ان ايجيبت، المحقق كونان في مصر. بدأ هو يظهر اهو، بس يمكن مش هو نفس الشكل في الكرتون، لسه بيعمل ريندر. فنشوف يعملوا ريندر صح ولا مش مظبوط، تمام. ممكن نقول له بقى ايه اهرامات مش بدأت تظهر ملامحه، تمام. الميزة في الموقع دوت هو مجاني، ما فيش اي حد قالت لي هيدفع فلوس. في هنا دي تحسين للبرومت اللي انا كاتبه. ممكن تقول له هنا عايز حاجة عشوائي، فبيبدأ يعمل. ممكن لسه مخلص الرندر الاولاني ويدخل في الرندر التاني والتالت وهكذا. ده اثناء شرح الفيديو، ممكن لما تيجي تستخدمه تحصل تعديلات، تمام. معرفش يحصل ايه في المستقبل. او دي الارانب هي السابق، المحقق كونان اهوت، تمام. ممكن تتحكم بقى في البرومت نفسه لو انت عايز تعدل حاجة وتعمل فيديو مختلف شوية. هو المحقق كونان اهو، هو قال له قدام الاهرامات فهو مدينا ظهره. فعمل له الاهرامات، ودي شوارع مصر هيت. بس كونان فين؟ شكلنا محتاجين كونان يدور على نفسه. كونان اهو، سابنا وبياكل طعميه اهو. هنا بياكل هو وراه خلفيه فرعونيه او قدماء المصريين. فالفكره يعني ظريفه، يعني ممكن نقعد نجرب روم كتير جدا. بس خلينا نعمل حاجه، هقول له ابلود ايمج ونختار صوره وهو يبدا يحول لنا الصوره دي الحركة. ممكن الصورة دي تكون صورة حقيقية أو تكون معمولة على برنامج مثلا زي ليوناردو أو أي برنامج تاني. خلينا نشوف كده في داونلود.
طيب خلينا نختار الصورة ديت. تمام، الميزة هنا في بقية المواقع ان في اف اكس وفي كاميرا موشن في حركة معينة. احنا ممكن نشوف الوصف بتاع الصورة دي ايه. تمام، ونبدأ نخليه ابوي سيتنج اون ذا جراوند ريدنج ابوك. كنت لسه هكتب له الكلام ده كله فهو كتبها لي. تمام، هنشوف هيعمل ايه، هل هيعتمد على الصورة اكتر ولا الكلام اكتر. بدأ يحط الصورة اهوت، المفروض بقى ايه، يبدأ يحط لها الحركة بتاعتها. هنشوف ايه الحركة اللي هو ممكن يعملها. بيقول لي ممكن احط لك مكتبة سحرية كده، خلينا نجرب. الميزة ان هو مش بيلغي القديم ولا يستنى لما يخلص، لا ممكن نشتغل في الاتنين مع بعض. حلو الفلافل دي، تحس انها في سندوتش كتير فلافل اهو. نعمل نشر الثقافة بتاعتنا زي ما توقعنا. عمل الحركة مش اللي هي يعني، لسه هنشوف. اه ده عمل حركة ار. طيب عمل حركة مثلا في القمر، بس فيها اخطاء يعني، اكيد اللي هشوفها مش هيقتنع بيها. لسه هو بيعمل رندر. اعتقد لما ادينا له البرومت من غير صورة خد حريته. تمام، فممكن نقول له طب خد انت بقى البرومت اهو، واعمل لنا انت الصورة بالفيديو من غير صورة خالص. تحس ان في جن كده جه هو اللي حرك الورق. كده الرندر خلص، ف شكلها احسن مكان الاول، بس في غلطة في الصوابع. شايفين الصوابع ديت؟ دي غلطة حتى الان في الذكاء الاصطناعي بيحاول يحلوها. طيب بص، الصورة اللي طلعت من البرومت من غير الفيديو، اللي طلع من البرومت من غير صورة، خرافة يعني، جميل جدا. حتى لسه ما خلصت الرندر بتاعه، لكن هو لما ادينا له صورة اتلخبط، ما عرفش يتعامل معاها. انما اللي هو عملها بنفسه من برومت لفيديو احسن بكتير، بالذات ان هو تروح حط له شويه فراشات. تمام، طيب ممكن نلغي كده ونبدا نحط بقى نايت تايم مثلا. ممكن نخليها اندر ووتر يعني تحت الميه ونشوف. صراحه الموضوع متعب. بص الصوره يعني الفيديو طالع بشكل خطير، فتبدا تظهر معانا بالشكل دوت كأن هو موجود في مكتبه تحت الميه والسمك بيطير حواليه. طيب ممكن بقى ايه، تعمل قصة وتخلي كل مثلا فقرة تعملها فيديو زي كده، 6 ثواني 6 ثواني، في الاخر يطلع لك فيلم كامل. هتواجهك مشكلة ان الشخص الطفل نفسه ممكن كل مرة بيعمل لك طفل مختلف، فلازم توصف الطفل بشكل كويس يعني، ما تقولوش ابوي وخلاص. ما تقولوش طفل قاعد على الكرسي، قول له طفل عنده 8 سنين، شعره اسود، عينيه سودا، لابس كذا. يعني اد وصف للطفل يلتزم بيه، بحيث ان هو في كل الفيديوهات يكون قريب جدا وصعب يتفرق بينه وبين الطفل اللي في المشهد التاني. دي الطريقة، افضل طريقة عشان تطلع الفيديو يكون شكله كويس. ولا يعني غالبا في فيديوهات بتطلع فيها ايد زيادة او ايد ناقصة، فساعتها ممكن تقول له اعمل لي الفيديو تاني، يعني هتقول له سبميت بنفس البرومت، وممكن تقول له تجنب ان انت تزود ايادي. في بعض المواقع بيديني حاجة اسمها نيجاتيف، فبكتب له النقطة ديت، لكن هنا ممكن تكتبها في نفس البرومت كده.